حيث أظهر مقطع فيديو روجه إعلام مجلس الوزراء رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني مرتديا ملابس منزلية وهو يدلي بمعلوماته إلى عدادي التعداد العام للسكان. فضيلة الرئيس، احنا هسه المرحلة هاي فقط نسميها سجل العد، استمارة العد، ناخذ اسماء افراد الاسرة ومواليدهم فقط. بعد يوم 22 ان شاء الله راح على استمارة الاسرة اللي تطلع لنا البيانات الديموغرافية للاسرة. محمد الشياع صبار. بس مواليد حضرتك؟ 4/3/1970. الابن او الابنه؟ مصطفى محمد الشياع. 5 ذكور؟ واناث؟ 2. والوالده طبعا. والوالده خليها 3 شيء. 3 اناث. جنابك الوالده عاشوره. ايوه يا اخي. ورمت كمين الاسره؟ نعم. الوالده. صليت وقربت والدتي؟ نعم. الله ينتهي الصحة والعافية. الله يعوضك.